زينب، اليوم محطتنا القانونية رح نسلط فيها الضوء على المرسوم رقم 23 لعام 2021 القاضي بأحداث صندوق دعم الطاقات المتجددة ورفع الكفاءة. ولمعرفة المزيد حول هذا الموضوع بصباحنا غير بصرنا نرحب بالأستاذة المحامية منى صباغ. يسعد صباحك أستاذة وأهلا وسهلا فيك. صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يعني كثير عالم يمكن عم يسألوا عن صندوق الطاقات المتجددة ما كثير فهموا المرسوم. خلينا نقول أول شيء شو هو الصندوق؟ هلا بداية شهدت بلادنا الحرب أهلية كونية أدت إلى تخريب المرافق العامة وعلى الأخص المنظومة الكهربائية يلي أدت لانقطاع الكهرباء وحدوث التقنين، فمما دفع المشرع لمساندة الدولة بإصدار مرسوم يساعد على إحداث صندوق لدعم الطاقة المتجددة. نعم. الطاقة المتجددة هي الطاقة التي لا تنضب مع الاستهلاك وهو قانون بيئي ومفيد اقتصاديا. نعم. يمكن هذا القانون هو حديث ولكن وفر العديد من الفرص، خلينا نقول للصناعيين للزراعيين حتى يعني ممكن يستفيدوا منه ببيوتهم في حال يعني أبصر هذا يعني النور. يمكن حتى قدم قروض بلا فوائد وهذا الموضوع جدا مهم. خلينا نحكي قديش القروض يعني بلا فوائد سهلت هذا الموضوع، يعني في تسهيلات. هو صدر أبصر النور ولكن أبصر النور مو مع تعقيدات، مع تسهيلات. نحكي عن هذا الموضوع. هلا مهام الصندوق هي تقديم قروض بدون فوائد أو تقديم دعم الفائدة على القرض. مثال شخص أخذ قرض من مصرف، نحن حنشرح عن فكرة دعم الفائدة على القرض. شخص أخذ قرض من مصرف اترتب عليه فائدة، فاليوم الصندوق دعم الطاقة المتجددة هو بيقوم بسداد هاي الفائدة، بيقوم بسداد هذه الفائدة وفق آلية هذا القانون لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة. طيب شو هي المشاريع اللي ممكن أنه يتم دعمها من خلال صندوق دعم الطاقات المتجددة؟ هلأ المشاريع عندي القطاع المنزلي والقطاع الزراعي والخدمي والتجاري والصناعي. هلأ بالنسبة للقطاعات المنزلية مثلا إقامة عزل حراري بالأبنية الجديدة أو الأبنية يلي لسه قائمة، أيضا السخانات الشمسية، المنظومة الكهروضوئية اللي هي بتمتص الطاقة من الشمس وبتحولها لكهرباء، كمان العنفات الريحية. هلأ كتير كانت من الأبنية سابقا بتستعمل مواد رخيصة بالبناء، فبالتالي هي عم تستهلك بأثناء الشتاء أو الصيف طاقة أكبر. هالأجهزة عم تستخدم طاقة أكبر لعملية سواء التدفئة أو التبريد. فاليوم نحن حنحاول أنه بهذا المرسوم العالم رح تقدر تستفاد أنه تعمل عزل حراري. هي عم نحكي نحن بالنسبة للقطاع المنزلي. بالنسبة للقطاع الزراعي إقامة مثلا هواضم نباتية أو من مخلفات الحيوانات لتوليد الكهرباء. وبالنسبة للقطاع الصناعي والخدمي والتجاري رح نحاول أنه يولدوا الكهرباء عن طريق مصادر الطاقات المتجددة. نعم. يمكن من خلال المرسوم تبلش يمكن السنة المالية من واحد كانون بتنتهي ب 31 كانون. خلينا نحكي شروط المستخدمين الصندوق، في شروط معينة لازم تتوافر يمكن لا نقدر نحن نستخدمه. هلأ طبعا المشرع استثنى القطاع المنزلي، وبالنسبة لبقية القطاعات يجب أن تكون الدراسات والجدوى الفنية المقدمة من قبل المركز الوطني لخدمات الطاقة أو من أحد مكاتب الشركات الهندسية لخدمات الطاقة على أن تعتمد هذه الدراسات من قبل أيضا المركز الوطني لخدمات الطاقة. تمام. نعم. طيب شو أسس أو الشروط لمنح القروض من هالصندوق؟ يعني أكيد في شروط موجودة فيه. تمام. هلأ نحن بانتظار التعليمات التنفيذية رح نوه على أشكال القروض. اليوم في شكل تقديم قرض بدون فوائد أو دعم الفائدة على القرض أو رفع كفاءة استهلاك الطاقة. تماما. خلينا أيضا نحكي بالعقبات أحيانا، يعني أحيانا بتواجهنا عقبات نتيجة الظروف العامة المحيطة فينا، يعني
يمكن التعليمات التنفيذيه ما صدرت لنقدر نحن نحكي عن آلية التنفيذ، يعني بلا آلية تنفيذ ما في عقبات، فخلينا معناتها نحكي عن الأسس يلي منحوا على بدها تمنح القروض، الأسس. هلا رح نوه على عقبات ورح نوه على الأسس اللي ممكن تواجه المشرع. هلا التحدي الأول والعقبة الأساسية هي الانتقال من اقتصاد الظل إلى اقتصاد حقيقي ومرخص أصولا من قبل الدولة، لحتى تقدر إنه تحصر بيانات المشاريع الاقتصادية وتتحكم بمكوناتها. لبسطة الفكرة هي تبسيط أو تسريع من منح التراخيص لإقامة هذه المشاريع الطاقة المتجددة، عم نحكي نحن بالنسبة للمعامل الصناعية. طيب خلينا نحكي شوي، مين ما كان في قدم على هذا القرض، ولا في شرائح معينة مستهدفة للتقديم؟ جميع المواطنين، من بدءا من المواطن المنزلي البسيط إلى أصحاب المعامل والمنشآت الصناعية للاستفادة تماما. خلينا أستاذة ننتقل للمسؤوليات والواجبات التي تقوم بها المصارف، يعني بدعم التطبيق بشكل أمثل، لأن المصارف هي التي تعنى بالتطبيق حاليا، كونها هي التي تمنح القروض للمستفيدين من هذا المرسوم. تمام. هلأ إيجاد آليات وتعليمات وضوابط لمنح القروض المدعومة من قبل هذا الصندوق لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة، أيضا تبسيط إجراءات منح آليات هذه القروض، أيضا توجيه التمويل من قبل المصارف أو توسيع عملية التمويل لحتى تعطي القروض لإقامة الطاقة المتجددة. أيضا بيكون في دراسة جيدة للقروض، تحسين نوعية القرض لحتى تنعطى القروض ذات الأهمية العالية عن غيرها، لا تعود أيضا بالاستفادة على المصارف سواء بحركات سحب والإيداع وأيضا على هذه المشاريع. حلو. هلأ نحن حكينا أنه ما طلعت لسه التعليمات التنفيذية للمرسوم حتى تفصل أكثر يمكن آلية التنفيذ خلينا نقول، لكن شو الأسس اللي ممكن مبدئيا تقوم عليها المصارف لدعم هالمشاريع أو لدعم الصندوق؟ تمام. أيضا تمام. هلأ مجلس إدارة الصندوق هو رح يقترح الآلية، نعم، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. تمام. يعني هذا المرسوم إجا يعني بوقت نحن بحاجة لإله، يمكن أهمية هذا المرسوم تكمل بالظروف الراهنة اللي مرت على سوريا، مثل ما بنعرف تم استهداف طاقات سوريا، فيمكن هذا المرسوم جاء للدعم، ودائما نحن مع كل شيء يعني من شأنه أنه يدعم مو بس الطاقات المتجددة، ندعم أيضا الأشخاص اللي هي عم تشتغل وتنتج سواء بالمعامل بالمصانع سواء بالزراعة اللي نحن كتير هلأ عم نعول عليها في ظل أيضا الحصار وضرب أيضا حتى الغذاء، يعني وصلونا للغذاء عم يضربوه، فخلينا نحكي قديش مهم هذا المرسوم بهذا الوقت. هلأ المرسوم هو نقلة نوعية واستراتيجية، كونه مثل ما ذكرتي حضرتك كل العالم عم تعاني من قطع الكهرباء، فهذا المرسوم إجا لحتى يساعد العالم، ليقدم الدعم المادي والعيني أيضا، نحن عم نحكي لكل فئات لكل المواطنين لإقامة هاي المشاريع اللي هي بتعتمد على الطاقة المتجددة. نعم. يعني أنا رح أطرح مثال، اليوم مثلا شخص أخذ قرض لبناء طاقة أو لوضع طاقة شمسية بمنزله، بينما شخص ثاني اشترى بطارية أو مولدة، فاليوم المولدة رح تتعطل لأعطال هائلة، تماماً، عدا على أنه هي عم تأخذ من كهرباء الدولة لتشحن البطارية وما عم تعود على الدولة بالمنفعة العامة، وأيضا عم يصير أعطال بهالبطارية أو بالمولدة، بينما أنت اليوم باستخدام الطاقة المتجددة أو باستخدام الألواح الكهروضوئية الشمسية، اليوم الكهرباء 24 ساعة ما عم تنقطع، سواء في النهار أم في الليل، طبعا الساعة بتختلف، مثلا بالصبح ممكن تكون ساعتها 500 واط، مساء بتضل شغالة بس على ساعة مثلا أقل، وتكاليف حتكون مأمنة من خلال الفوائد، نعم، من خلال عفوا القرض. تماما.
يعني وكمان خلى عفوا كمان خلى المعامل الصناعية أو المشاريع الصناعية إنه هي توقف بجانب الدولة كتف بكتف، بإنه اليوم أنت بتقدم تراخيص نظامية بتمنح تقدم تراخيصك النظامية والضرائب، واليوم الدولة هي عم تأمن لك القرض، سواء حتى الناس اللي معها ملاءة مالية فهي اليوم بحاجة ممكن تجهيزات صناعية. صحيح أستاذ. فاليوم القرض هو مو بس عم يقدم دعم مادي، وعم يقدم دعم مادي ودعم عيني كمان، بالإضافة لأنه اليوم الدولة عم تقدم الاستشارات مجانية. يعني اليوم عن طريق المركز الوطني، اليوم شخص بده يقوم بمشروع بيروح على المركز الوطني لحتى يتم دراسة هاي المشاريع ومدى أهميتها وشو إجراءاتها وشو آليتها وكيف رح يتم إقامتها. وكمان عدا على أنه عم تصدر كتير من المراسيم الإعفاءات على الرسوم على أصحاب الشركات والمعامل. وأيضا هو كمان قانون متمم لقانون الاستثمار ومشروع رابح جدا لنا سواء على المصارف أو على الدولة أو على المواطن. نعم، يعني نحن بنتمنى انه فعلا تصدر التعليمات التنفيذيه باسرع وقت ليطبق بشكل صحيح، ايضا ما يكون في ثغرات قانونيه او حتى ثغرات ثانيه حتى نقدر فعلا ننعم بعد الصعوبات من الكهرباء بقطاع الكهرباء يصير في طاقات متجدده فعلا يعني اسوه بدول العالم. هلا كان في قروض عم تنعطى قروض الطاقات البديله بس هلا تنظم اكثر. لا هلا هذا القانون او هذا الصندوق صدر للدعم المادي والعيني، يعني اليوم المواطن او جميع الفئات تماما. اليوم انا قدمت لك الدعم اللي هو اعطيتك قرض، وانت اليوم فيك تقدر انك تستخدم او تقيم مشاريع للاستفاده من الطاقات المتجدده اللي اغلب دول العالم تعتمد عليها. صحيح. اللي هي متوفر فيها الوقود والمشتقات النفطيه. نعم. نحن كتير بسرنا أنه اليوم كنتي معنا أستاذة منى الصباغ، وأيضا يمكن نحن ناطرين هيك تصدر التعليمات التنفيذية زينب لنقدر نحن نتوسع أكثر بكيفية منح القروض. تمام. وكل حدا طبعا له القرض الذي يناسب المكان يلي هو فيه سواء كان صناعي أو زراعي أو حتى البيوت العادية، لأنه بده يكون تتحدد نسبة هيدا القروض، ما حدا منح القروض بنفس السوية يعني. لا تماما. بدنا نشكر وجودك معنا على الفقرة القانونية مهمة جدا، إن شاء الله تكوني ضيفتنا الدائمة لمواضيع. أنا بدي أتشكر وزارة الكهرباء على الإيضاح للمواد القانونية. نعم. وأيضا بدي أتشكر المصرف التجاري السوري. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. شكرا لكم.